ده غير ان في بعض الخدمات اللي بتفكر نضيفها في الفتره الجايه او نركز فيها اكتر هتبقى موجوده مثلا في خلال شهرين ثلاثه. يعني ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. ده غير التوسع بقى في المدن المختلفه قبل اخر السنه ان شاء الله. زي دكتور احمد يعني اشتركتوا في مسابقه على المستوى العالمي او المستوى العربي بهذا التطبيق او الموقع، شاركتوا في اي مسابقات؟ بالظبط، احنا كنا كسبنا جائزه احسن مشروع انترنت عربي في مسابقه عالم التقنيه اللي كانت مدعومه من شركه موبايلي السعوديه. المسابقه كان الجائزه كانت مقدمه من شركه موبايلي السعوديه، وخدنا جائزه افضل تطبيق عربي ناشئ، ويعني كانت جائزه ماليه، وكان يعني جت في وقتها كنا لسه بادئين وكنا محتاجين زي تشجيع ومحتاجين حد يعني يساعدنا شويه، فكانت في وقتها. وده غير بقى اننا كتبنا هنا ستارت اي تي بتاع مصر بتاع وزاره الاتصالات، كنا برضو تاهلنا لها، ويعني ده الحاجات المهمه. وابرز الحاجات اللي بتعملوها او طموحاتكم للموقع في المستقبل ايه؟ هدفنا الاساسي دلوقتي ان انا اقدم جوده افضل بكتير، ان انا نقدم للناس اللي هم متوقعينه من خدمه زي اللي موجوده بره، ان العامل بيجي في وقته بيعمل شغل مظبوط جدا، فاهم هو بيعمل ايه، بيخلص ويمشي على طول، كل حاجه الخبره التعامل كلها تكون سهله وسلسه جدا. ده اللي احنا مركزين فيه اكتر حاجه دلوقتي، وطبعا انا اتوسع اكبر وناس اكتر تعرفنا وناس اكتر تبدا تجربنا وتستقبلنا. ده الهدف بتاعنا السنه دي. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد جلال المدير التنفيذي لموقع تسطيب، نتمنى لكم التوفيق لهذا الموقع، يستطيع ان هو فعلا يقدم خدمات متميزه للمستخدمين. مشاهدينا لسه متابعين حلقتنا معاكم، لكن بعد هذا الفصل. بكم مرة تانية، وهنتكلم عن فكرة جديدة، برنامج بيعمل على تنظيم عملية الحضور والانصراف لطلاب الجامعات. هنعرف تفاصيل هذا البرنامج والهدف الأساسي منه من خلال لقائنا مع مهندس أحمد الربع مهندس برمجيات. برحب بكم مهندس أحمد. عايزين نتكلم عن الفكرة في البداية، ليه برنامج لتنظيم الحضور والانصراف للطلب؟ في البداية احنا كان عندنا مشكلة في الجامعات العامة، في الجامعات الخاصة مشكلة صغيرة فمش بنتطرق لحل ليها، تمام. لكن في الجامعات العامه الحكوميه فيها مشكله كبيره، ان عدد الطلاب كبير جدا، وان الدكتور عشان يقدر يعمل احصائيه لعدد الطلاب دول كلهم فبيضطر ان هو يكتب طلاب وطلاب، لا بيقدر يعني ما بيكتبش كل الطلاب بنفس درجاتهم او نفس الاعمال السنه بتاعتهم. هو كانت مشكلته الاساسيه ان هو كان بيبقى قدامه مثلا 2000 طالب او 3000 طالب، بده انه يكتب على كل طالب اعمال السنه بتاعته طالب طالب، فكان بيبقى عنده مشكله كبيره جدا، في عنده ورق كتير مش عارف دي سنه ده طالب في سنه ايه وده طالب في سنه ايه، ده ورق ايه وده ورق ايه، فكان بيبقى عنده ورق كتير جدا. فكان في دكتور في جامعه القاهره قال لنا انا عندي المشكله دي ومحتاج حل، تمام. فيعني عرض عليا الفكره، عرض على واحد صديقي وصديقي عرضني عليه، تمام. بدأت أشوف حل بسيط للفكرة، لأن
كل سيكشن محتاجين فيه على الاقل جهاز او جهازين عشان ما نقدرش نعمل عشان ما نعملش الوقت طابور كمان كبير. عشان ما يبقاش فيه طابور بالظبط. تمام. بنحاول طبعا دي هتبقى مكلفه جدا على جامعه عامه. هتبقى فيها مشكله ان انا عندي 2000 طالب عايزين يسجلوا حضور في نفس الوقت، ده صعب جدا. ماشي. فالحل البسيط والعملي ان احنا خلينا موبايل الدكتور هو الماكينه دي او الجهاز ده عن طريق كارت صغير. كارت الطالب هنغيره بدل ما يبقى كارت مجرد بس ان هو كارت بلاستيك، لا هو كارت ممغنط ثمنه نفس ثمن الكارت تقريبا العادي او اغلى 2 جنيه. الكارت كله تكلفته 10 جنيه بالطباعه بكل حاجه. يعني حل بسيط جدا بمجرد بس ما انا الدكتور بيفتح التطبيق بتاعه، التطبيق بيدخل اليوزر نيم والباسورد بتاعه، بيعمل لوجن، بيقدر عن طريق الكارت ممغنط زي كده بمجرد ما هو خبطه على الموبايل بتاعه كده كده سجل حضور الطالب. بعد كده الدكتور بيجي اخر الترم او اخر السنه يقدر يخش على الموقع او يخش على السيستم بتاعه يشوف الطلاب اللي عنده ايه، المواد، السكاشن الموجوده معاه، عايز يعمل لها، يقدر يفلتر الطلاب، يقدر يطبع الريبورت كامل. كل ده موجود عن طريق السيستم. حاجات وفرت الحاجات دي كلها موجوده على النظام، يعني بالتالي لما بيدخل موضوع البصمه على النظام او البرنامج اللي محطوط بيبدا هو يحصي الطالب ده يعني حضر كم مره او ما حضرش، يعني معدل الحضور والانصراف مثلا او بالزبط. او اي طلب تاني مطلوب من بالظبط. بيقدر يتابع اعمال السنه، يقدر يحط درجات اعمال السنه لكل طالب، عارف الطلاب المسجلين معاه في الماده وفي السكشن. بمجرد لو جه طالب من دفعه تانية او من قسم تاني جه يجرب ان هو يلوج ان على الموبايل الدكتور او على الماده بتاعه الدكتور دي، طبعا الموبايل هيرفض او السيستم هيرفض نفسه. ماشي. طالب غير مسجل معاه. غير مسجل. تمام. فالفكره الاساسيه ان احنا قدرنا نعمل ننظم الداتا كلها، نقلل من التكلفه، قللنا من الوقت اللي احنا بنستغرقه كتير قوي في ان احنا نشوف الطالب ده حضر ده ما حضرش. الطلاب احيانا بتتظلم ان هم ما خدوش اعمال السنه اللي يستحقوها. احيانا بيكتب للطالب ان انت حضرت 5 ايام وهو حضر ال 13 سيكشن بتوع الترم كله. كل الكلام ده قدرنا ان احنا خلاص هيبقى عنده ريبورت كامل لكل طالب حضر كام يوم وما حضرش كام يوم، وكم طالب حضر في السيكشن الاول ريبورت كامل، كم طالب حضر في السيكشن الاول وكم طالب ما حضرش. هكذا على كل المواد بتاعت الدكتور على كل. طيب يعني ايه التقنيات اللي مستخدمه في المشروع والانظمه اللي بيعمل بيها كمان؟ يعني انت المفروض بتعمل يعني برنامج معين او في سوفت وير هو بيتعامل معاه. تمام. ايه بقى شكل الانظمه المستخدمه؟ احنا مستخدمين سوفت وير بيشتغل على نظامين، اول حاجه الموبايل ابلكيشن والويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن ده يقدر يخش من اي بلاتفورم زي اللينكس زي الماك زي الويندوز. البلاتفورم بتاعت الموبايل يقدر يستخدم اندرويد، وحاليا شغالين على النسخه iOS. تمام كده. لان التقنيه ال NFC احنا مستخدمين تقنيه الكرود دي، اسمها تقنيه اسمها NFC. لازم الموبايل بتاعي يبقى فيه NFC تمام عشان اقدر اتحكم في الكارت او اقدر اعمل لوجن بالكارت ده. فان احنا نلاقي جزئيه ال NFC في الايفون صعبه شويه او نازله في الفيرجنز الاخيره، الفيرجن الاخير اللي هو ايفون 6. تمام. لكن يقدر عن طريق الباركود الخاص بكل طالب موجود على الكارت بتاعه يقدر برضو يعمل لوج ان، بحيث ان هو لو الدكتور حتى معاه موبايل قديم شويه مش قادر ان هو ما عندوش خاصيه ال NFC يقدر عن طريق ان هو يريد الباركود بتاع الطالب ويقدر يعمل بيه لوج ان. هل دي كانت الصعوبه الوحيده فكره يعني في النظام او ال NFC، ولا كان في صعوبات ثانيه واجهتك وانت بتعمل المشروع او البرنامج؟ لا هو بصراحه هو في اكتر من صعوبه. اولا الكرود دي ان احنا نحاول نخلي ان اختراقها صعب او ان حد يكرر، حد يقدر يعمل كوبي للكارت. تمام. ان احنا نعمل حاجه زي كده دي كان صعب جدا علينا، ان لان الباركود برضو ممكن انا باركود واسجله والدكتور مش هياخد باله. لكن تقنيه الكارت نفسه مش هيطلع غير من الجامعه نفسها او الجهه نفسها اللي هتصدر الكارت ده، وهيبقى متسجل على السيستم بتاع الجامعه نفسها. فمفيش اي وسيله ان احنا نقدر نخترق السيستم الا عن طريق اكونت الدكتور. تمام. تمام. هي دي بس كانت الصعوبه الوحيده اللي واجهتنا. حاليا بدانا ان احنا نشتغل في الجزء الاخير بتاع الاي او اس.
الاي او اس ما بيقبلش الان اف سي للاسف، لازم الفيرجن الاخير، فلسه بنحاول ندور لها على حل يعني. كم عدد الفريق المشارك في البرنامج او التطبيق؟ عدد احنا كوكي. حاليا اثنين يعني انتوا اللي عاملين كل الشغل. يعني طيب بتفكروا تزودوا العدد يعني اللي شغال معاك، ولا انتوا الاثنين قادرين تعملوا الحاجات اللي حاليا احنا بنبني المشروع؟ حاليا احنا بنبني تيم ورك كامل، لان معانا اكتر من مشروع تاني بنحاول نشتغل فيه، فاكيد ان شاء الله فتره جايه، بس الامكانيات عندنا صعبه شويه ان احنا نكون تيم ورك او ورك سبيس خاصه بينا كلنا، نتجمع كلها فينا مع بعض. لسه الموضوع صعب شويه بالنسبه لنا. طب فكره التطبيق على ارض الواقع، طبقتوا المشروع ده فعلا ويعني في كروت اتطبعت بعدد كبير، ولا لسه دي خطوه بعد كده هتعملوها هتنسقوا مع اداره الجامعه او مع اداره الكليه؟ تمام، حاليا احنا بنحاول نتواصل مع اي جامعه حكوميه، كلمنا جامعه القاهره بس للاسف دكتور جابر نصر هو مشغول الفتره دي، فهنحاول نتواصل مع اكتر من جامعه زي جامعه المنصوره وجامعه الزقازيق، بحيث ان احنا نحاول نطبق السيستم ده عندهم. هو السيستم حاليا وديناه لاكتر من دكتور في جامعه، عجبه جدا وعجبه الفكره جدا، وقال يعني هو حابب ان هو يطبق عنده في الجامعه بتاعته، فهو بس احنا محتاجين نتكلم مع حد يعني تخصصه ده في الجامعه نفسها، بحيث ان هو اللي يقدر يطبق المشروع ده. طب يعني هي التكلفه الاساسيه بتبقى في الكارت، ولا برضو في نفقات تانية؟ فيمكن ده برضو اللي معطل المشروع، فكره الجامعات الحكوميه والتمويل بتبقى المشكله في ايه تحديدا؟ احنا حاليا ما فيش اي تكلفه للابلكيشن غير سيرفر صغير، هو موجود كده كده اصلا، السيرفر موجود في الجامعات، في كل جامعه فيها سيرفر، بالاضافه الى الكارت ده، مش اكتر من كده. يعني تكلفه الكارت هي الاساس، ان هو بالزبط. يعني كل ما عايزين يبقى مؤمن اكتر ده بالتاكيد بيرفع تكلفته. بالظبط كده، بس احنا حاليا عن طريق الكارد ده يعني هو دلوقتي امان بنسبه 90%. تستتنا عليه اكتر من كذا، اكتر من هاكر تست على الكارت ده، للاسف ما عرفش يخترق الكارت. تمام. طب الفكره دي فكرتوا فيها في موضوع الحضور والانصراف فقط وفكره درجات اعمال السنه، ولا ممكن تتطبق في مجالات ثانيه برضو في اطار العمل الجامعي؟ حاليا احنا بنحاول نوفر، الهدف الاساسي ان احنا بنحاول نوفر ماكينه الكارد دي او البصمه عن طريق الكارت ده، احنا ممكن نطبقها في اي مجال، شركات، مصانع، مدارس، محلات، اي حاجه فيها حضور وانصراف نقدر نستغنى عن الماكينه دي لان تكلفتها عاليه جدا، نستخدم بس مجرد كارد لكل موظف وخلاص يعني، وسيستم خاص بكل مؤسسه سواء شركه او مدرسه او مصنع، كل شركه لها سيستم لوحدها. بتفكروا بعد ما تتواصلوا فيما ابعد من الجامعه ممكن تتوجهوا لجهات حكوميه او وزارات، يمكن حتى تكون الفكره ليها اقبال اكتر عندهم فيما يخص الحضور والانصراف الخاص بالموظفين مثلا؟ احنا والله احنا بنتمنى نعمل حاجه زي كده، بس للاسف برضو زي ما قلت لحضرتك احنا معانا الامكانيات ومعانا التقنيه، بس مش عارفين نوصل لحد ان هو يقدر ياخد الفكره دي وينفذها، لانها لو اتنفذت في جهه حكوميه واحده بس الموضوع هيبقى سهل جدا يعني، سهل علينا ان احنا نخش اكتر من جهه تانية عن طريق المشروع ده، لان بعد ما ينزل او يتطبق في جهه واحده يبقى الموضوع سكيور اكيد 100%، يبقى الموضوع المشروع نفسه قلل تكلفه حاجات كتير جدا. انا شايف يعني انا من وجهه نظري، يمكن انا عشان انا احنا اللي عاملين المشروع، شايفين المشروع كويس جدا، لو بصينا عليه من بره الصندوق خالص ان احنا كده بنحاول نوفر ميزانيه كبيره موجوده في اماكن كتير زي مصانع زي شركات، غالبا الاجهزه دي ما بتكملش اكتر من 6 شهور وبتبوظ، الماكينه اللي هي ال 1200 جنيه دي ما بتكملش 6 شهور، فبيضطر ان هو يغيرها وياخد تكلفه زياده، فده انا شايف ان ده غلط خالص يعني. اكيد. طيب برضو اي تطبيق او برنامج بيبقى فيه اختبارات دايما بتحصل عليه، في متابعه لمدى نجاحه او فشله، وكمان لعنصر التامين، يعني انت قلت ان الكارت المفروض امن ومن الصعب اختراقه، لكن الهاكرز او اي حد من الناس بتتطور بسرعه، فازاي انت كل فتره هتتاكدوا ان الكارت ده مؤمن او نظام مؤمن بشكل لا يسمح باختراقه؟ حاليا احنا في نوع من انواع الكروت هو بيرايت مره واحده بس، هو الكارت ده بيبقى عليه النمبر كده، النمبر ده مجرد ما هو السيريال لكل طالب. في اجهزه بتقدر تخترق الكارت نفسه ويقدر ان هو يكوبي نفس ال